حاجات فيهم اللي طريف معناتها ياخذوا من العنبر. فهمت؟ بما انهم المواد اللي نخدموا بهم العنبر احنا زاد مثال انا كيف نغرب العنبر نجم نعمل بيها عواد الند. صحيت فهمت؟ تقعد اني قلت لك الروايح مربوطه ببعضها. صحيح. فهمت؟ الروايح تعاملات مختلفه. صحيت الروايح مربوطه ببعضها هذاك عليه قلت لك فيه الدفاء. صحيح. دونك احنا مش نرجع في فقره اسايل استعمالات العنبر قديما. احنا ثم زوز انواع، احنا حكينا في الاوف اللي ثم نساء يستعملوا العنبر، المراه في المدينه والمراه في الريف، يعني تختلف الاستعمالات قديما. تختلف الاستعمالات في القديم في المدينه مثال مقتصر على المشموع، مقتصر على كلي خفيف. فهمت؟ مثال فيه الريحانه ولا الخمسه ذي الوفاء للعطور، الوفاء للذاكرة بين الناس.